اليوم نحن جينا طبعا، والجميع ان شاء الله من الناس اللي جايين من برا، على يعني مناسبة أخينا الفاضل محمد اللمين محمد إبراهيم، وأصروا علي الإخوة إنه أدي كلمة صغيرة بهذه المناسبة، وإن كان نحن جايين لمناسبة الزواج والناس مشغولين يعني بترتيب أمر المناسبة، ولكن إن شاء الله تكون كلمتنا خفيفة، وأسأل الله تعالى أن تكون نافعة. مسألة الزواج في الشريعة الإسلامية هي مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: تزوجوا الودود الولود، فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. مكاثر يعني هيجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بكثرة أتباعه، فإني مكاثر بكم الأمم. طيب قال تزوجوا الودود، الودود يعني في طبعة، الولود، وكيف تعرف الولود وهو الإنسان ما تزوج لسه؟ قالوا تعرف بأهلها، شوفوا خالاتها كيف. فالمرأة الولودة اللي بتلد كثير أفضل. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي المقدرة على التكسب، مش الباءة معناها الزول يكون عنده قروش. في ناس بتخيلوا انه الحديث معناه لو ما عندك قروش ما تتزوج، لا، ما معناه كده. المعنى من استطاع منكم، اي عنده استطاعة يخدم ويعول اسرته. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم المواسية المواتية، يعني المرأة اللطيفة في طبعها، يعني عشرتها عشرة هينة، ما هالمرأة سيئة الخلق دي ما بتنفع. قال: خير نسائكم المواسية المواتية، التي إذا غضب عنها زوجها لم تنم حتى تسترضيه. ودي بتعينك على استقرار البيت، المرأة كانت تزعلت منها ما بتنوم لحد ما ترضيك، كويس. قال: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات. المتبرجات معروفة، المرأة التي تتكشف أمام الرجال الغير محارمة. قال: المتخيلات وهن المنافقات، ولا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. ده نوع من أنواع الغربان نادر ما بتلاقي، الغراب الأعصم ديل نادر جدا يخشن الجنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواننا، حسانا إنه نتزوج. طيب قال عليه الصلاة والسلام: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. شوف اشترط الأمرين دين، لأنه الدين ده هو علاقتك مع ربك، والخلق علاقتك أنت مع البنت اللي تزوجتها ومع الأهل اللي أنت دخلت عليه.
ولا يصلح الإنسان إلا بخلق رفيع. لأنه أنت لو زوجت لك زول ما عنده أخلاق بيجيب لك البيت راجع، ولما نجيبها راجعة حيكون وضعه أسوأ من أول وقت قبال ما يتزوجها. عشان كده قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يا أخواننا، ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط المال؟ ما قال إذا جاءكم من ترضون ماله، مع أن المال بيعين على الحياة. لا، ما قال كده. ليه؟ قالوا لأن المال يأتي ويذهب. أنت ممكن تدي بيتك لزول غني ويفقر بعد شوية، بيتك ما حتقدر تقعد معه لأنه تزوجته في الأول من أجل المال، والمال بيمشي وبيجي راجع تاني. وكذلك الإنسان لو تزوج بيتك ما لأخلاقها ولا لدينها، إنما تزوجها لجمالها فقط. أنت عارف لو حصل لها أي شيء في الدنيا، والدنيا دي ما مضمونة، ممكن تتشوه، ممكن تحصل لها أي مصيبة، أي عاهة من العاهات، بعدك ما بيقدر يمسكها لك، بيفكها برضو. طيب يا أخواننا، لو دارين نلخص مسألة من ترضون دينه وخلقه كده، قبال ما أجي للكلمتين ديل شوف آخر الحديث قال شنو. قال لك الزول الزيدات ديو، طيب لو ما أديته، قال إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أنت رفضت صاحب الدين والأخلاق وقبلت بصاحب المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بتحصل لك في حياتك فتنة، بس انت بعدك شد حيلك للفتنة شكلها كيف. هو النبي قال لك بتحصل فتنة، قال تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب قال من ترضون دينه وخلقه، لو تقدم لك زول دار تعرف دينه تعرفه كيف؟ أنا بديك علامات بسيطة جدا تعرف بها دين الرجل. نمرة واحد، أساس الدين العقيدة. لو دار تعرف دين الزول كيف؟ تشوف إلى من أو على من يتوكل، يتوكل على منه وبيلجأ لمنه في وقت الشدائد والكرب. ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي زول في وقت الشدائد بيلجأ لغير الله، عنده ناس تانين من دهن، أعرف إنه ده ما عنده دين. بعدك سمي ما تسمي، أيا كان الدين هو صفاء العقيدة. تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤمن بتوكل على الله، لكن زولك أول ما حصلت له مشكلة قال لك أنا بمشي بجيب لي ورقة من الشيخ، اكتب لي ورقة عشان تحل لي مشكلتي، ولا تزيد البيع في الدكان، ولا تجيب الرزق. أعرف إنه ده دينه تعبان، ده عقيدته فاشلة. الآن في الوظائف، في ناس الواحد عشان يتوظف لابد يمشي يعمل عمل، ولا يمشي لدجال ولا ساحر. ده في الحقيقة اسمه ساحر، لكن احنا بنسميهم شيوخ، وهم ما شيوخ، ده السحرة بيكتبوا الأوراق. ده
يتوكل على غير الله. انت عارف انه رزقك عند الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك عند الله، وحد بيقدر يقطع رزقك ولا يزيده؟ ما في. سيدنا موسى عليه السلام ولد في زمن فرعون كان بيتوعد فيه بني إسرائيل. بالله عليك الله تأمل القصة دي وأعرف تاني ناس البلد، ناس الدنيا دي كلهم بيقدروا يؤثروا حاجة في حياتك. فرعون ده قالوا من الطغيان بتاعه، ربنا قال إن فرعون علا في الأرض، علا تكبر وجعل أهلها شيعا، قسموا ناس معه وناس ضده، يستضعف طائفة منهم دير الأقباط ناسه كويس، وبني إسرائيل دير قوم موسى يستضعف بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. معناه شو الكلمة دي؟ فرعون في واحدة كاهنة كلمته قالت لي حيجي ولد من أولاد بني إسرائيل ديل وحينزع الملك حقك. فقالت له لابد تقتل أي ولد جديد يولد. عشان كده فرعون عمل حاجة اسمها الختان الفرعوني، وده المحرم والقايم عليه والدنيا هسه كلها. انت قال ختان فرعون، ده فرعون عمله ليه؟ وكانوا الناس متقدمين في الطب والعلم، عملوا عشان أي مرة ما تلد إلا عند الدايات حقاته، ما تلد في البيت. لو ما كان عندها الختان الفرعوني بتلد في البيت، لكن بعد الختان الفرعوني اللي تلد عند الدايات حقاته. والدايات ديل بعد ذاك بيشوفن المولود ده، لو ذكر بيقتلوه ولو أنثى بيخلوه حية. عشان كده ربنا قال يقتل أبناءهم الأولاد الذكور ويستحيي من الحياة، يستحيي نساءهم، البيت بيخليه حية. لما بقى بيقتل سنويا في الأولاد، قاموا الأقباط جماعته هو اشتكوا له وقالوا له يا أخي ما ممكن أنت تقتل الأولاد وتخلي البنات، ولا وبني إسرائيل ديل هم الخدم حقيننا نحن اللي بيخدمنا منو تاني، أنت كملتهم. قالوا خلاص اقتل سنة وخلي سنة. بقى بيقتل سنة وسنة بخليهم. أنا دايرك تتأمل في النقطة دي هنا، إنه المعا الله ما عنده أي مشكلة، وناس الدنيا دي كلهم ما يعملوا لك حاجة كويس. موسى عليه السلام ولده في السنة اللي بيكتلوا فيها، مش السنة اللي بيخلوهم، لا في اللي بيكتلوهم ولده موسى عليه السلام. شفت الامتحان ده كيف؟ فأول ما ولده أمه خافت. بالله شوفوا الآيات دي عجيبة كيف. ربنا قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، رضع ولدك، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا أخوانا اللي بتخاف عليه وترميه في البحر؟ لا، عشان ربنا يعلم التوكل. لا، قال لو خفتي أرجعيه في البحر، ودي كمان أصعب من الأولى، أحسن تلموا عليها مما تجدعوا. لا، تجدعوا في البحر. سوت له تابوت صغير خطته فيه جدعته في البحر، قال لها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، حنرجع إليك وجاعلوه من المرسلين، حيبقى رسول كمان ما تخافي. وقلب الأم يا أخواننا ما بيرتاح، بعد ما جدعته في البحر ربنا قال فالتقطه آل فرعون. الجماعة اللي بيلفوا بيكتلوا ديل ما يلقوا إلا هم، شالوا طوالي جابوا في بيت فرعون. ربنا قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، حيربوا عشان يبقى لهم عدو وحزنا. أيوة جابوا خطوه، طلع الدفاع له من جوا البيت. امرأة فرعون طوالي قالت قرة عين لي ولك،
لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سبحان الله، المفسرون ابن كثير جاب هنا فائدة عجيبة، قال مرت فرعون دي أول ما قالت له عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قال لا خليه ينفعك انت، أنا ما دار منه نفع. وفعلا نفعه وهو ما نفعه، دافعت عنه. ربنا قال وحرمنا عليه المراضع، لأنه أمه بهناك لسه قليبة متعلق به ودارة تطمئن عليه، قال حرمنا عليه المراضع. الولد ده ما بقى باعتبار ولد فرعون، يتبناه لأنه زوجته دافعت عنه، بقى بجيب له والنسوان يرضي عنه. مرة واحدة التقم الثدي بتاعه ما في أباين كلهم. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى كيف بيرعى عبده. أبا النسوان كلين. أمه قالت لأخته أمشي شوفي خبره شنو، قالت لأخته قصيه. كلمة قصيه نحن في بالعامية بتاعتنا بنستخدمها، يقول لك قص الأتر، قصه قصه يعني شنو؟ اتبع اتبع. عشان كده القصة بيسموها قصة لأنه فيها شنو؟ تتبع، بتتبع أنت الحاصل. قالت لأخته قصيه أمشي فتشي. أول ما جاءت قالت فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ما جاتهم دق، وأخته ذات عاقلة، أخته فاهمة جدا، ما جاتهم جات دخلة قالت لهم ده أخوي، لا لا لا. إن قالت كده ما بيقتلوا، طوالي عاقلة. قال فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أول ما عينت لهم لقت إنه في مشكلة، الطفل ده زوجة فرعون دايرة تربيه وهو ما بيرضع من أي مرة. طوالي قامت قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. أهل بيت، لاحظ ما قالت لهم أمي، لا أهل بيت الناس ساي كده بس، عشان لو ما يقول عندها مصلحة في الموضوع ده، هي ما عندها، كأنه ما عندها مصلحة. قالت لهم أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. رضوا الدولية بقت توديه يرضى عند أمه، وبده أمه مرتب شهري من فرعون. ده فرعون قال داري كتله أهو وينه، مش كتل أولاد بني إسرائيل عشان يقتل ده، لا حكمة ربنا إنه ده موسى عليه السلام يربيه ذاته، هو ذاته اللي بيربيه. ويدفع قروش لأمه مرتب شهري عشان ترضعه. ها ربنا قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. عشان كده أنا دار أقول لك النصيحة، أي زول بتوكل على الله الله بكفيه، ويومك تزيل رقبتك لبشر. جماعة بقول لك يا مولانا كان دار البركة أمشي الغبر بتاع الشيخ ها وناديه، ولا شيل لك تراب شيل البركة ها وانده وبلحقك، لا لا لا، ما تزل رقبتك لبشر أيا كان. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم زيكم. البوديك تدنقر لك لراجل شنو وتنكسر له، وربنا خلقك عزيز وتكفل برزقك. ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ربنا كرمك يا أخي وخلقك عزيز، تمشي تنكسر ليك لراجل زيك؟ والله يا جماعة أنا شفتهم ناس في المكان العالية في المجتمع يشار لهم بالبنان، أول ما يجي قدام الشيخ حقه بينكسر ونزل العمة ونزل الطاقية ويقلع النعلات ويجي للشيخ ومدنقر، أبو يا شيخ أبو يا شيخ
نحن في حواك، حوا منو؟ وتلقى ده قاعد مركوب اليمين من الشمال ما بيعرفين، والله تلقى مركوب اليمين من الشمال ما بيعرف، وده اللي بده نسوله. لا يا ابو الشيخ، ونحن جايينك من بعيد، جاي تسوي شنو؟ رزقك هنا، رزقك عند الله يا اخي. يا اخي ربنا قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. بالله شوف الكلمات دي عجيبة كيف. الدواب في الأرض، الحيوانات اللافة قدامنا دي كلها وبهايمنا دي، واحدة فين يوم من الأيام خطت لها غدا في الثلاجة ما في، قال لك لا تحمل رزقها، دي اللي بتاكله بس القدامة ده. تودي البهيمة تسرح الراعي بتملى بطونه وبتجراجع، ما فين واحدة يوم سوت لها جيب مالته قش وجات به بطونه دي بس، ولا شر لا خروج. لا تحمل رزقها يا اخوانا، شوفوا توكل البهائم ده كيف. ونحن بشر، الله ادانا عقل ونزل لنا قرآن ورسل لنا رسول يعلمنا، وبعد تبقى البهائم اعقل مننا؟ ربنا قال لا تحمل رزقها. السعدي قال لا تدخره الى يوم غد، ما خدت لا حاجه لبكره، بتاكل في بطونه وتنوم للصباح ما شال هم بكره. نحن نشيل هم؟ نحن نشيل هم وعندنا رب كريم يا اخواننا يرزقنا كل صباح؟ ربنا بيرزقنا وربنا بيعافينا. ابراهيم عليه السلام لما جاء سأل قومه قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ دي شنو؟ قال لهم دي شنو؟ قالوا ها وجدنا آباءنا لها عابدين. دي اللي لقينا ابواتنا بسووا كل كده. قال لهم لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، انتوا وابواتكم ذاته. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الواحد واقف له قدام حجر. ابراهيم عليه السلام سألهم قال لهم ده التنادو ده، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لمن تدعي بيسمعك؟ ما جاوبوا. أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما جاوبوا، لأنه ما في إجابة. لا بيسمعوا وقت تناديهم ولا بيلحقوك، أكن سمعوا ذاته. قال إنهم عدو لي، قال لهم شايفون القدامي ديل كلهم، إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله، قالوا ده من أدب الخطاب مع ربنا، ما تنسب له الشر، عشان كده قال الذي يطعمني ويسقين، ده ما كله خير، لكن المرض ما شر. قال وإذا مرضت، مرضت أنا، ما قال الله اللي بيمرضني، لا ده من الأدب مع ربنا. قال وإذا مرضت براي فهو الله يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا إخواننا، أهم قاعدة في الدين أكلمك، عشان أنت لو جاي تتزوج أو تزوج زول، العقيدة تكون العقيدة نظيفة. والله الزول العقيدته في الله تمام، شفتها احترمك ويكرمك ويكرم البد، لأنه بخاف الله يا إخواننا، لأنه بخاف الله. الزول اللي بخاف الله ده أي خير بيجي منه، لكن الزول اللي ما بخاف الله ده ممكن الشيخ كان قال له طلقها بطلقها. في ناس شغالين مع الشيوخ كده، المرأة ذاتها بطلقوها بإذن من الشيخ، يقول لك والله شيخي قال لي طلقها. بس يا زول المرأة دي سوى شنو؟ يقول لك ما سوت أي حاجة، لكن حلمت بالليل، وحلمة حلمت بالليل جاني أبويا الشيخ في النوم وقال لي طلق المرأة، والله طلق لك صباح العمي على الكحول. ويقول لك الخيرة ما جات فيها. يا ناس يا أخي، أنا بنتي أديتك لها بالحلال وزوجتك لها على سنة الله ورسولي، تجي تقول لي يا أبويا الشيخ حلمني بالليل؟ غلطان، أنت تزوجته في الأول. زول عقيدته في الله نظيفة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، زول يكون بيصلي. الزول اللي ما بيصلي صلة مع ربنا ما عنده، والقطع صلته مع ربنا ما فيه خير. الصلاة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه
بيصلي بالناس صلاة الفجر. هجم عليه أبو لؤلؤ المجوسي شايل له خنجر مقبضه في النص عنده سنتين بهنا وبهنا. طالعوا بالسم مليان سم وكان لابد جوا المنبر بهناك وتغطي له بعباءة. أول ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بدأ في الصلاة يقرأ في سورة الفاتحة صلاة الفجر هجم عليه بالخنجر ده طعنوا 6 طعنات 6 طعنات واحدة منهم تحت السرة. وقع عمر بن الخطاب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وراه مئات الناس بيصلوا صلاة الفجر. وصاع عمر بن الخطاب قال قتلني الكلب. وقع في الأرض الناس وراه في الصلاة. بالله عليك لن تبهوا للنقطتين ديل. زول مطعون وأمير المؤمنين والصحابة يحبوه محبة عظيمة وكان أفضل إنسان موجود في عهده. ما عدا بيتقدم عبد الرحمن بن عوف تم بالناس الصلاة وأمير المؤمنين دار يموت قدامهم. الصلاة دي يا أخواننا كان فيها لعب ما كان مرقوا كلهم بالشبابيك والأبواب ها؟ أكان نحن في زمننا ده واحد سايق قرصته عقرب في الصلاة الجماعة كتب مرقوا؟ إن واحد قرصته عقرب يمرقوا جد خلوا له الجامع فاضي. يموت أمير المؤمنين في المنبر مش طعنوا براو طعن معاه من الصف الأول 13 نفر من الصف اللي قدامه. ال 13 ديل 6 منهم قيل ماتوا كويس. بعد كملوا الصلاة صلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة الفاتحة وسلم طوال جول أمير المؤمنين عمر وأصابته إغماء ثم أفاق. أول ما أفاق لقى الطبيب واقف قدام راسه وابن عباس قال يا ابن عباس أصلى الناس؟ ده هو السؤال. ما سأله قال لي أنا اللي حصل لي شنو والطعني منه وضربني كيف وحاموت ولا بحيا؟ قال لي أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله فإنه لا إسلام لمن ترك الصلاة. ترك الصلاة ما عنده إسلام يا أخوان. ها؟ بعد ذلك قام سألهم قال الطبيب قال لي أحي أنا أم ميت؟ جرحتي بتقتلني ولا لا؟ الطبيب قال له إن لم يكن اليوم فغدا. أنت ميت ميت لأنه سقاه اللبن طلع بشنو؟ بجرحه. فشوفوا كلمات عمر رضي الله عنه وأرضاه لا إسلام لمن ترك الصلاة وفي موقف حرج جدا. النبي عليه الصلاة والسلام اللي أفضل منه لما كان آخر مرة يطلع فيها ابن عباس قال آخر مرة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس مرق على الناس يهادى بين الرجلين وكان مفصل بهم صلى أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم نفرين ماسكنه وجابوا لحد ما وقفوا ها في الصلاة. أبو بكر الصديق دار يرجع عشان يصلي بهم قال له مكانك. بقى بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وصلى أبو بكر الصديق جنبه وبيرفع صوته يسمع الناس. فكانت من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. زول يا أخواننا يفرط في صلاته مما يجيك تقول لها الصلاة كيف؟ يقول لك والله مرات بقطعها ومرات بصليها. ده ما تدي مرة كلمك النصيحة ده مرة ما تدي عليه. ليه؟ لأنه المحترم صلته مع رب الخلق لا يمكن يحترم صلاته معك أنت ولا مع المرة. وده حيل ده جنا كيف ده؟ ده جنا والبلد كيفين؟ الصلاة يا أخواننا. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترضون دينه وخلقه. آخر نقطة دي أشير لها الأخلاق دي نعرفها كيف؟ ما هو الزول اللي بيجيك ده في الغالب ما حيتعامل معك بطريقته الطبيعية. أول ما يجيك بيسلم عليك ظريف ها وبيعمل لك فراغي وبيخفف دمه والبيت ذاته بيكون عامل لها مسرحية طويلة جدا.
يحسسها بأنه هو يعني زول رقيق وأخلاقه لطيفة وكده، تكون معيشة في مسرحية، صح؟ إذا كان أنت دار تعرف أخلاق الرجل ولا المرأة الاثنين، تشوف صحبانه عاملين كيف بس، ما تمشي تسأل منه، تسأل صاحبه تقول لك هذا اديني تلفون صاحبك، ها؟ تشيل تلفون صاحبه تدق له، ألو بتعرف واحد اسمه فلان؟ أي بعرفه، ها زول أخلاقه كيف؟ جد قدم لي بنتي؟ والله يطلع لك أحسن زول، يقول لك ده أميز زول، ود ناس خلوق، لا ما تسأله. انت بس اسال الناس قول لهم صحبانه منو؟ يقول لك صحبانه فلان وفلان وفلان، بس عاين لصحبانه عاملين كيف؟ ده الموضوع انتهى. النبي عليه الصلاه والسلام قال المرء على دين خليله، ده المقياس. صاحبك يقول لك والله هو في الحقيقه صحبانه كعبين بيمشوا كدي وبيجوا بالليل من بغادي من المربع الاخير في الكامنين وبيجوا وكده، لكن هو كويس والله وده صحبانه، لا يمكن يكون كويس، لا يمكن، ها ما بكون كويس، ده كعب زيهم. والا لما صاحبهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يوم من الايام جو وهو امير المؤمنين، قام جابوا له مجموعه، قالوا له المجموعه ديل سكرانين ومعاون واحد صايم، الصايم ده يا اخوانا بكون شرب وصايم، انا ما شرب، قال جلدوه اول واحد حد الخمره، قالوا يا امير المؤمنين انه صايم، قال ابدو به ده اول حاجه، ليه؟ المقعد معاه ده شنو؟ ده فهم عالي جدا. عشان كده ابن تيميه رضي الله عنه ورحمه لما جاء في تفسير الايه الزاني لا ينكح إلا زانية، كيف؟ قال كيف يعني الزاني لا ينكح إلا زانية؟ ما احتمال يكون هو زاني لكن يتزوج له بتناس، قال لا، قال مدام هو رضيان بالمرأة ديك وهي زانية، قال إذن هو زاني زيها، لأنه لو ما الزنا ده في نفسه موجود ما كان رضى به في مرته. وده الفهم كده، فالمرء على دين خليله. قالوا من لطائف العرب جايبين لهم بيت من أبيات الشعر. الشاعر قال ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، الشمعة دي ما فيها الشمع من فوق وفيها الفتيلة بتاعتها الخيط جوا، قال ما لي أرى الشمع يبكي، لأنه الشمع ماله بدلي، أيوة بسيل الزيت بتاعه زي الموية، ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده، أمن حرقة النار أمن حرقة النار أم من فرقة العسل، ما هو كان في العسل الشمع ده، قال بيبكي ليه؟ هل هو عشان فارق العسل؟ ولا بيبكي عشان شنو؟ عشان النار حرقته. قالوا رسلوا البيت ده وشعرة كتير، ها؟ أي واحد منهم يقول من حرقة النار، واحد يقول من فرقة العسل، فاز في الجائزة واحد سوداني، قال لهم الإجابة من لم تجانسه من الجنس، من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. قالوا ده طوال الجائزة فاز بها، قال لهم الشمع ده ما ضره إلا صحبة شنو؟ اللي خليه صاحب الفتيلة، شنو الفتيلة ما بتجيب النار وهي الحرقته. عشان كده يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ادانا المقياس ده، وديت بتعرف ذيو ده، تعرف اخلاق الزول شوف صحبانه عاملين كيف، اول ما تشوفهم بتعرف حقيقته. ده كده يبقى يا اخواننا مجمل لشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. زول زي ده والله صدقني لو زوجته ما عنده مال الله بيفتح عليه،
الله بيفتح عليه ورزقه بيكتر ها وخيره بيجيك انت ذاته ويبقى لك عضد ويبقى لك سند انت ذاته. جزاكم الله خير. نسأل الله يعلمنا علما نافعا ويرزقنا يقينا خالصا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.